لسه معاكم والعرض الخاص لفيلم ليل داخلي، ويسعدني يكون معايا الفنان الشاب مصطفى يوسف. بقول لك منور الدنيا كلها ومليون مبروك على الفيلم. ربنا يبارك في عمرك ومتشكر جدا على حضوركم، رغم انه في ماتش جامد قوي بره بس من حظنا ان احنا العرض ان شاء الله يعني منور بيكم ان شاء الله. لا عشانكم يعني مش مهم اي حاجه، فوق دماغنا اقسم بالله، يعني انتم منورينا. ده نورك. وقول لي بقى في البدايه كده دورك ايه في الفيلم؟ الحقيقة أنا عامل دور صعب جدا، وتركيبة مختلفة عن أي حاجة أنا عملتها قبل كده، ومساحة مختلفة عن أي حاجة أنا عملتها قبل كده. أنا عامل دور مخرج، بس مش المخرج اللي احنا متعودين عليه في لا يعني إن شاء الله تشوفوا حاجة مختلفة. أتمنى أنه نبقى عند حسن الظن إن شاء الله. إن شاء الله. إيه مخرج طيب ولا إيه؟ لا هو تركيبة، هو احنا الفيلم بتاعنا بيناقش كل ما يدور حول صناعة السينما اللي هو بيتنا اللي احنا تربينا فيه، فبنطلع عيوبنا عشان نبدأ نصحح من أخطائنا. فالفيلم يحمل رسالة معينة كده، وفيلم طبيعي وبسيط وفي ساسبنس، وشباب زي ما انت عارف يعني واخدين فرص. أتمنى إن شاء الله إن احنا نكون عند حسن الظن ويبقى فيه إن شاء الله. علاقتك بالمنتجة بقى بشرة من خلال الفيلم عاملة إزاي، المخرج والمنتجة؟ بالظبط، ما هي دي العلاقة اللي أنا مش عايز أحرقها عشان ما تتفرجوا على الفيلم إن شاء الله. هي علاقة صداقة بينا، احنا مفروض خريجين معهد سينما مع بعض دفعة واحدة. أنا كريم ده مخرج متحمس وشاطر وعنده يعني عبقري يعتبر في 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 منطقة الإخراج، وهي منتجة فنية شاطرة جدا، فهي اللي بتديني الفرصة إن أنا أخرج الفيلم اللي من خلاله بقى هتتوالى الأحداث ونشوف إيه اللي هيحصل ويخش إزاي في عالم الجريمة وعالم في عندنا يعني شوية حاجات كده هتعجبكم إن شاء الله. في مشاهد أكشن بالنسبة لك ولا ما فيش؟ كتير جدا، إحنا فيلمنا كله إحنا تقريبا كل الأبطال بنموت إن شاء الله يعني. لا بعد الشر عليكم طبعا. طيب قول لي بقى المنافسه لما بتبقوا كلكم مجموعه شباب كده وشايلين عمل على كتافكم، المنافسه بيبقى شكلها عامل ازاي؟ منافسه ممتعه جدا، ان انا بتعامل مع اصدقائي اللي انا اتربيت معاهم، حافظ او يونس او طبعا بشرى، من يعني هي اللي شايلانا طبعا يعني، وممتعه جدا وجميله جدا وروحها رياضيه جدا في اللعب. فكنا بنلعب جيمز يعني بص عايز اقول لك كلنا بنشجع بعض، فان شاء الله تشوفوا مباراه حلوه قوي في صالح الجمهور ان شاء الله. ان شاء الله. توقعاتك بقى للمنافسه الفنيه بقى ما بين فيلمك والافلام الثانيه؟ والله احنا عاملين فيلم بسيط واتمنى ان الناس تشوفه. احنا كممثلين يعني احنا كلنا جاهزين لاي منافسه بعون الله، بس يتوفر لدينا المنتج المغامر والمخرج الشاطر والسكريبت الكويس ان شاء الله. ببارك لك مره ثانيه، وان شاء الله كده الفيلم يكسر الدنيا ومزيد من النجاحات. ربنا يبارك فيكم واهلا وسهلا بيكم، نورتونا والله فوق دماغنا.